ينضم إلينا الآن من بغداد عبر سكايب الدكتور إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. بعد تحية سيد إحسان، بشكل عام ما الذي تعنيه هذه العملية، عملية تأجيل التصويت في المشهد السياسي العراقي المتأزم الآن؟ شكرا لكم على الاستضافة. تعني أن هذه القوى السياسية غير متوافقة فيما بينها على إقرار قانون الانتخابات وشكل الدوائر، وهذا يعطي مؤشر بأن القوى التقليدية لا تزال متمسكة بمساحة نفوذ ما بعد الانتخابات القادمة، ومن جهة أخرى أيضا يؤشر لنا بأن عدم إقرار هذا القانون هو ابتعاد هذه الكتل البرلمانية عن طموحات الشعب العراقي بإيجاد جيل وعقول سياسية يمكن من خلالها إصلاح النظام وأعطال العملية السياسية. أضف إلى ذلك كعامل ثالث، يبدو بأن انعدام الثقة ما بين هذه القوى السياسية والقلق من إمكانية فوز جهة على حساب جهة أخرى وفق شكل الدوائر المتعددة يبدو حالة دون إقرار هذا. دكتور، إن كنت فهمت منك بشكل واضح حين أشرت إلى القوى السياسية التقليدية، هنا الحديث طبعا عن القوى الشيعية والسنية والكردية بشكل واضح، فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما مصلحة كل هذه القوى السياسية والتكتلات من هذا التأجيل؟ يعني ما الفائدة من وراء هذه العملية الآن؟ الفائدة أن القوى السياسية على الرغم من أزمة الثقة اصطدام مصالحها، لكن هي تريد أن تصل إلى مساحة مشتركة فيما بينها لتقسيم المقاعد على المستوى الجغرافي وانتشار هذه القوى وجمهورها، هذا أولا. والأمر الآخر، مصلحة هذه القوى السياسية هي استمرار هيمنتها على القرار السياسي القادم ومستويات ثقلها الرقمي تحت قبة البرلمان إذا ما جرت الانتخابات المبكرة. لذلك تجد بأن عملية التوافق ما بين هذه القوى لم تصل إلى، يعني حتى على مستوى الحوارات، هنا تحدث كزعامات تقليدية وليس فقط أحزاب، لم تصل إلى الاتفاق فيما بينها، وقد تضطر بعض القوى التقليدية التي نتحدث عنها إلى استخدام الشارع على مستوى التظاهرات أو الدخول في تفاهمات فيما بينها لغرض عزل بعض الأطراف السياسية الأخرى. دكتور، اسمح لي، في وسط هذا المشهد ما الذي تقرأه أو تفهمه من تصريحات رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي حين يقول إن رئاسة المجلس لا تتحمل نتيجة التأجيل؟ ما هي الرسالة من وراء هذا التصريح؟ يعني فيما يبدو أن رئيس البرلمان يريد أن ينأى بنفسه عن قضية التأجيل، وبالتالي لا يريد أن يصبح في دائرة الحرج، خصوصا وأن الشارع بات ضاغطا ويستعد لأكتوبر جديد على مستوى الثورة وتجددها. أضف إلى ذلك، هو لا يريد على أقل تقدير أن يخسر دعما خارجيا، خصوصا وان الولايات المتحده الامريكيه وايضا بعض الاطراف الدوليه تريد كالامم المتحده تريد اجراء الانتخابات بما يضمن سلامه هذه الانتخابات. اضف الى ذلك، هي رساله للقوى السياسيه بان رئاسه البرلمان هي غير مسؤوله. طيب. وبالتالي هي من تتحمل نتيجة التأخير. دكتور، أشرت أكثر من مرة إلى ربما استخدام الشارع في العملية السياسية، القوى السياسية ربما تستخدم الشارع. تقليديا ما هي الكتلة الأكثر تأثيرا في الشارع العراقي الآن، وما الذي يمكن أن يحدثه الشارع من تأثير على المشهد السياسي؟ يعني يبدو بأن كتلة سائرون التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هي الأكثر قدرة على التحرك في الشارع في الوسط والجنوب، وبالتالي تمتلك خيار الذهاب نحو الشارع إذا لم يقر البرلمان شكل الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع مصالح هذه القوى. وهناك أنباء تشير إلى أن هناك عملية تحشيد لأتباع التيار الصدري للخروج بتظاهرات
حول تعطيل البرلمان إقرار قانون وآلية الانتخابات القادمة. شكرا جزيلا دكتور إحسان شمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد.